المعارضة الإيرانية بمختلف أطيافها ترفع صوتها عاليا أمام المؤسسات الأوروبية في بروكسل من أجل إسماع احتجاجها ضد استقبال الاتحاد الأوروبي لجواد ظريف وزير خارجية إيران. كما طالب المتظاهرون الدول الأوروبية التوقف عن الاستمرار في دعمهم للنظام الملالي الذي يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها عبر سياسته التوسعية الظاهرة للعلن في كل من سوريا، العراق، لبنان واليمن، وكذلك استغلاله للاتفاق النووي كذريعة لدعم ميليشياته للتدخل في دول المنطقة، إلى جانب معاملته المشينة للشعب الإيراني الذي ما زال يعاني من القمع والاضطهاد وارتفاع نسب البطالة والفقر. Que le régime ayatollah aujourd'hui, même qu'il massacre les populations en Iran, il est passé plus loin, il a fait les menaces aux les populations de Proche-Orient. Et on voit aujourd'hui les résultats en Syrie, en Yémen. Notre argent il passe pour Hezbollah, il passe pour Bachar al-Assad. Voilà, c'est clair. Notre économie est faillite, l'Iran est presque faillite au niveau de l'économie. Donc on demande l'Union européenne d'investir dans un pays qui demande la paix, pas un pays qui menace le monde entier. لم تقتصر المظاهرة التي نظمتها الجالية الإيرانية على التنديد فقط بزيارة جواد ظريف، بل تعددها إلى التنديد بما يقوم به نظام الملالي من قتل وتعذيب وتشريد للمعارضين الإيرانيين، معتبرين سياسة النظام التوسعية خطرا على اقتصاد بلدهم وتبديدا للثروات الإيرانية على حساب رفاه الشعب الإيراني الذي أصبح فقيرا في بلد غني. جواد ظريف هذا ضرر منطقة وضرر الشعب الإيراني، الشعب الإيراني ما يقبل، الشعب الإيراني فقير وإيران غني، كل الثروات الإيران يروح مشان إرهاب بالسورية، باليمن، بالعراق وحتى مناطق الأخرى بالأمريكا اللاتينية. لذا نحن نريد من الاتحاد الأوروبي يصفها جنب الصف الشعب الإيراني ولا وزير الخارجية للتروريست الإيرانية، وزير الخارجية الإرهاب. المعارضة الإيرانية تعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالخروج من الاتفاق النووي خطوة في الطريق صحيح، لأن البرنامج يشكل خطورة كبرى على الشعب الإيراني وعلى جيرانه في المنطقة، وهدفه هو بقاء سلطة الملالي جاثمة على صدر الشعب الإيراني. بصوت عالي المعارضة الإيرانية تنبه المؤسسات الأوروبية من خطورة دعم نظام الملالي في إيران. الأخضر فرات لقناة الإخبارية بروكسل.